اليوم 16 من فبراير العام 2019. أنا الآن في بلدة السوسة على أطراف قرية الباغوس. قوات سوريا الديمقراطية تحاصر الآن تنظيم الدولة داعش في مساحة جغرافية تقارب 700 متر مربع، وكذلك هناك مساحات خالية لكن عناصر التنظيم يتمركزون داخل هذه البقعة. خلفي هنا كما يبدو كان يقع مقرا لتنظيم الدولة سابقا في هذه البلدة. قوات سوريا الديمقراطية الآن تحاصر التنظيم في آخر بقعة في الباغوس، ولكن هناك معضلة تواجد مدنيين أو نساء وأطفال وعوائل عناصر التنظيم في هذه البقعة. هذا الأمر يحد من تقدم قوات سوريا الديمقراطية وإنهاء المعركة بشكل سريع. قائد في قوات سوريا الديمقراطية تشيا فرات الذي أوضح اليوم أنهم قريباً أو يستعدون قريباً لإعلان تحرير هذه المنطقة بشكل كامل. طيران التحالف الدولي أيضاً يحلق في سماء المنطقة بكثافة على ما يبدو أنها طائرات استطلاع. بحسب عناصر قوات سوريا الديمقراطية فإن هذه الطائرات تستهدف أي تحركات لتنظيم الدولة خارج البقعة الجغرافية التي يتواجدون فيها.